شيخ هيثم وصية للنساء. والله يا شيخ أنا ما مو مثل اللي يوصل النساء، لكن أنا تأملت في من كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، والخامسة عائشة رضي الله عنهن. هؤلاء الخمس يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه المنقبة بسبب ما بينهم قاسم مشترك، يعني آسيا امرأة فرعون، ومريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. هؤلاء الخمسة من النساء، يعني هذه المرأة العاقلة لابد أن تنظر ماذا صنع هؤلاء حتى يعني وصلوا إلى هذه المرتبة. كل واحدة منهن اعتنت بنبي، فآسيا اعتنت بموسى عليه الصلاة والسلام، مريم اعتنت بعيسى عليه الصلاة والسلام، خديجة اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الأمر. ماتت قامت فاطمة رضي الله عنها مقام خديجة رضي الله عنها، بل كان يقال عن فاطمة رضي الله عنها أم أبيها، يقال عن فاطمة رضي الله عنها أم أبي أم للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. فالمرأة الآن لو اعتنت بزوجها يعني فرغته للدعوة للعلم، أو اعتنت بأولادها ربتهم حتى كانوا يعني ثمرة لهذه التربية، تربيتها لأولادها، وخرجوا هؤلاء الأجيال الصالحين، هذا ترى هو أعظم شيء. هذا دور المرأة، لها دور في تكوين الأبطال الأجيال، والله أعلم. الإشكالية اللي صايرة الحين يا شيخ يمكن أن المرأة قاعدة تاخذ بعض أعمال الرجل فانشغلت عن الرجال اللي تحتها. والله عاد هي تنظر في هؤلاء الذين يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يعينهم. آمين.